بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفتت نظري هذه الآيات الكريمات التي توضح لنا حقيقة الإيمان، وتبين لنا أن الرسالة السماوية من الله إلى البشر هي واحدة، من عهد آدم عليه السلام إلى إبراهيم، إلى أولاد ذرية إبراهيم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها كلها هي الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا محمد، ويا من تدعو إلى الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلى آخر الآيات. قل آمنا بالله، آمنا بالله، صدقنا تصديقا جازما أن الله موجود. لا، كل الكائنات حتى الكفار يعلمون أن الله موجود ويؤمنون به، ويعلمون أنه هو الذي يسير اللقمة في جوفهم. إنما الإيمان بالله إيمان الجازم بأن الله ينبغي أن يطاع وحده لا شريك له. آمنا بأن الله هو الخالق للكل، والطاعة له وحده لا شريك له. وما أنزل علينا وهو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على إبراهيم، سلسلة الأنبياء من إبراهيم ونحن جايين، وما أنزل على إبراهيم في الصحف خليل الرحمن، وعلى ابنيه إسماعيل وإسحاق. إسماعيل اللي وضعه إبراهيم في مكة، وإسحاق اللي هو أبو اليهود، ويعقوب ابن إسحاق الملقب بإسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله في العبري، ويعقوب والأسباط. آمنا بما أنزل على الأسباط، أولاد يعقوب الاثناش اللي تولد منهم 12 سبط، يعني 12 قبيلة بعث الله فيهم أنبياء أيضا، فنحن نؤمن بما أنزل الله عليهم. والحقيقة أن كل خير في العالم بين البشرية هو من هذه الديانات السماوية. البشر نفسه تنزع إلى الشهوات الدنيا فيستعملها كما يدفعه شيطان الإنس والجن للمصالح، أما الأديان فقد بيّنت أن يتحرر من هذه المصالح وأن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، وكلها على هذا النسق. فأمنا بكل هؤلاء الأنبياء، وما أوتي موسى في التوراة، وما أوتي عيسى في الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم، كل الأنبياء الذين ذكرهم القرآن والذين لم يذكرهم. ذكر الله في القرآن 25 نبيا، وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، إذا نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. اليهود قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اللي بيعجبهم بآمنوا فيه، اللي بحقق لهم أهواء شهواتهم بآمنوا فيه. هم كانوا يمنون على العرب بأنه جاء وقت نبي آخر الزمان، سنكون معه ونقتلكم ونسبي نساءكم ونأخذ أموالكم. إذا هم يفهمون الدين التسلط، الدين عكس ما يريدون، الدين تحرير الإنسان من التسلط. فنحن نؤمن بموسى ونؤمن بالحق الذي أنزل عليه جملة، ولكن تفصيلا كتابهم محرف. يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن الناس خلقوا حمير لمصالحهم، هذا لا نؤمن به. نحن نؤمن بأن الحق والخير أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام وأنه نبي الله، ولكن جملة لا تفصيلا. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون لأمر الله الذي أمر به الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام والمسلمون في الحقيقة كل الأديان هي تسمى إسلام، لأن معناها ترك العبودية لغير الله واستسلام وانقياد لأوامر الله. ولذلك سيدنا إبراهيم قال عنه الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل، فكلمة الإسلام ما هي جديدة، ولكن نحن لجهلنا تركنا الحق وانحرفنا دون أن نشعر، أو انحرف بعضنا دون أن يشعر. ولذلك قال الله تعالى في الآية التالية ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يطلب غير الإسلام، أي غير الاستسلام لله تبارك وتعالى، فمن استسلم لشهواته، من استسلم لشياطين الإنس، من استسلم لشياطين الجن،
هذا هو الخاسر. زعم أن له دين أو أنه ليس لا دين له، يقول ما يشاء. أي إنسان استسلم لغير الله جزئيا أو كليا فقد خرج عن منهج الله وخرج عن الإسلام ووقع في المهالك. ولذلك الشيطان عندما يخطب في الناس في الآخرة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فعندما يستسلم الإنسان من أجل من وراء شهواته أو من وراء حبه للمال أو من وراء حبه للجنس أو من وراء حبه للزعامة فيتبع الزعيم فلان أو فلان أو علان ويكون عبدا له ويترك طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا يبتغي غير الإسلام غير الاستسلام لله. ومن يبتغي من يطلب غير الإسلام أي غير الاستسلام والانقياد لأمر الله الذي بلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه. مازن حارب يعمل خير؟ لا، هو شر، وستكون عاقبته شر لأنه لا يقبل عند الله، حيث يقول الله في آخر الآية وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا، كما دلت آية أخرى خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خلق الله الجنة والنار، وخلق في الجنة لكل مخلوق مكانا له في الجنة وأهل من الحور العين. فعندما خرج عن منهج الله وكفر بالله خسر أهله أيضا في الآخرة، خسر أهله من الحور العين، وخسر زوجته التي كانت معه في الدنيا إن كانت من المؤمنين وهو من الفاسقين مثل فرعون والعياذ بالله تعالى. خسروا أنفسهم وأموالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ونفهم دين الحق ونستسلم وننقاد لأمر الله ونتحرر عن العبودية والانقياد لشياطين الإنس والجن من الطواغيت والفراعنة حتى نلقى الله وهو عنا راض، والحمد لله رب العالمين.